مقدمة تنصرف إلى بيان خصائص الميراث، خصائص أحكام الميراث من الفرائض كيف تنسبس لها كثيرا. سنتص الخصائص، الخاصية تمزوروث أن انتقال الميراث من المورث إلى الورثة إجباري، سيتادير ليريتاج إلى قضية فضو أوبليجي، ماشي اختياري، ماشي سلفغي. تقيت سمزوروث إلا قاتسنا مي غنودي القانون الروماني ند الأصل في انتقال الميراث إرادة المورث. ثقي ذا شو لي زانكونفينيون إتسعى القاعدة هاكي ديال الرومان ثمزوروث سلدي ثابورث الفاطل آمش هذه مثلا يوان يفغاد التركايس أم كاتسي يفضو الفلاني أسيف كاطاس الفلاني أثي حرام الفلانتيا أسيف كشويط سيتادير هذا يشمل الهواء هذا يخدم كان الفغيس في سنه يزمر ومذان هذا يمث قبل هذا يخدم الوصيه ينس مشكله اتوا تريكاني السبه يلقرا يشوال يطراف ير الورثه اذا كان هذا الانسان باغته الوفاه قبل ان يوزع ميراثه طبعا يولي هذاك الميراث مرتعا للخصومات والنزاعات اي ضرور القرة. لذلك في الشريعة الإسلامية غادي نشرح هكا انتقال الميراث إجباري إلى قضية القدر. طيب ثقي ثم زوالف. في السنف تحصيل حقوق الورثة. شو المعنى يس؟ المعنى يس حقوق الورثة محفوظة. سواء الحقوق المادية والمعنوية محفوظة أي غا خطر زمر يون يتحايل على الميراث عن طريق الوصية وعن طريق الأوقاف حبوس يون هذه خدم تستم سمحتي يفغى يحرم الرويس سي الميراث نغري سعر الرويس وري سعر الدريا أشيني صافي مرام ثاغا ثاوين وثمة ثنيون لا ثابي وثاوين والله ما تجي راسي تجي ما إلا تخسر النية سمح فيها مثلا ولا المذ الإيمان ولا المذ لون زديا سل الإيمان لعبد الله قال لي خماكا أو يقسمون رحمة ربك إما إلا ربي سبحانه يفغى يا سيدي كما كني تريكا تاوض خلاص ضربي سيف كان الرزاق ولا قال لي شمل حسن لي كالكيل لي سواطاس الحساب ولكن يوم سمح فيه ما إلا يفعل سكوفري ذاك الشرع أكيني التريكا غير تجير وتساوي نرى وثمثني ولا غير العمومي هو ذا شري يخدم هذا يخدم وصيه اسيف كيوية ذي الفراني وننات بلي لابليكاسيون الوصيه تستمع ابري الموث بوين سيدي جان الور من الميم موث غافيس اداس وقاد نيسان كورقتين الوصيه اسيني الورثه حذرف وتسالي ثرى لا ثموث لا ثزموث لا يذرم لا والو كل شيء يجري في السنه ساعه وصيه من بعد ما تغرى الورثه سيني عجبه ولكن بعد الصلاه والسلام الحمد لله انات الوصيه ولا قرات تجاوز الثلث والثلث كثير يعني يوم ما الا ايجاد 120 مليون سنتيم لا درهم يسعى الحق فافي سيج وصيه انتير معنى 40 مليون 80 مليون للورثه بروتيجي محصنة الشرع يحصنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحميها ويحافظ عليها يا خويا لو انتيرن تبرق الروح في كيف يجلي لن في كيف يوجي لن تبرق الروح ذا ما تموت كيف 69 دقطارا 20 في كيف ني وانت فغير ماشي الورثه في كيف ني فراني يجلي لن الجمعيه الخيريه في كيف وانت فغير ثلث معناتها 20 دقطارا 20 هكتار تصرف فيها عن طريق الوصيه 40 هكتار يعني دو تيير وكذاكي يحفظي في الشرع الورثة تحصين حقوق الورثة. طيب الخاصية في الثلاثة إعطاء كل ذي حق حقه كل يونفك يا ربي الحقيس أكد النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث خطر الوصية بمفهومها العام فلا مطبقة قبل نزول آيات المواريث يقضى في مثل خلوصية
ولكن من بعد إمد نزلت آية المواريث لين لا صدت سلميك من كل يولف كاز ربي لحقيس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه كل يولف كاز ربي لحقيس فلا وصية لوارث. طيب أجمعة الخير لذلك لا يجوز حرمان النساء أو حرمان أحد الناس ذكرا كان أو أنثى ورجوزالا أمذان أذي حرم النساء تلك نشفاد إذو ذرين زيكا كيني أو الفين يحرمي فافاس يحرمي فافاس ولأنه قلت يخدم أجمعة الخير خدمت جهلا والسمارة قلنت مسني أكيني مي إفغي أفريد ويضو عارا إن كيني أم كدر غتصار أذي السفغة أول في ثلاث أسنيني أمي الفلاني حرمخ ستري كينو ولي توالي وذميو ولي حطر الجنزيو ولي ورث تلكيو ثاقيو في جزرية مثلا لا حرمان إلا بمسوغ شرعي موانع الميراث سنذكرها بعدين في جزرية بعيد الشرطة الميليونين غا غفاس إن غا عميس غا جديس قتل عمدي عدواني يمنع قصت سنك لا يرث القاتل شيئا في حديث آخر ليس لقاتل ميراث ثقد نشرح من بعد ولكن الملك كان بلا سباكين باسكو يضو عارا إن كان يتحرم رجزارا أما كان داغو رجزارا هذي حرم يليس إما السلحية ما نقيد لنا عن طريق الحبوس نظرت في الناس هذي خدم الحبوس الأوقاف هذي خدم كاني الدريا بدريا ذكر الأبناء وأبناء الأبناء ما تنسلوا وتسلسلوا إلى آخر. طيب أجمع تلك إذن أثن نفقد الخاصية السنة أربعة ثايل خاصية ثايل مراعاة قوة القرابة هذه مهمة أشو مع اسم مراعاة قوة القرابة معنى الشرع إلي غفظة تريكا يطف الكونسيدراسيا أمشي القرابة أمشي ميزوارا الورثة ذاك ثورة يثمثل مشا قرص قبالي ميسا سيني تسا ميسا ميسا سان تسا ولا ليس المعنى تسا تسا ميكا ذي ورث ميسا ميكا ذي ورث تسا تسا ما ولاش تسا مثلا تسا 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 تورثها لا تسا تسا تورث تسا تدور توفي الوا مراعاة قوة القرار ولكن يا جماعة الخير سمحوا لي إذا ما أفضل ابن ميكال يورث أكثر من بافاك هذا ثورا كذاكي سيغ مي سيغ فافا ذي القدر فافا إذا مزوالو ذي تريكا ذمي راه يورثنا أكثر الشيء ذا ربي غادي يخلقنا ربي نزل القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ماذا القدر كوتي مورال ذي فافا يزوال مي ودي تبان راك ذي تريكا الفاني الدونيس مي زوال ذمي راه يورثن اكثر من بابا خاطر بابا ملك موسى جيغ دمي جيغ فافا يما يمكن موسى فافا يويثي سته ان سيزيام يما تويثي سته الفاقا تاوي مي صافي ان سيزيام بلوس ان سيزيام شحال يساوي ان تيير صافي دو تيير ثنيوي امي والف كمان فافا اذياوي في سته يما في سته امي اذياوي دو تيير ذي القدر ذي مولانا ذي مزوره القدر ذو كاشال سمحتي ذو كاشال ذي تريكا ذمي في كاسك اشال يورث اشال في الحقيقه يعني نوال المثل ولد اشال يورث اشال خاطر ديجا نسى ذاكال كلكم لادم وادم من تراب يكون هكا ذاكال نسى شي سوا كال سبا سعيد شوا كال والسلام هكا. طيب يا جماعة الخير إذا في غادي نغا أولاكي مراعاة قوة القرابة أي غادي نغا أولاكي باش يول إلا قال في غض الحال في غض الحال أدي فكا كاسو ماشي بوركوا أي غرا إفكا أنتير ماشي أن سيزيام أود قرار أي غر أي غر الشغر بوركوا ورسارك القيمة في قوينة دمشار حكاية مثلا ضرب بيك فضان سويل ضرب بيك فضان ناذي قلب أتفض وين ذان يوفى أتفض أي غر ذا شو السر
إمي ربي سبحانه يفكى دان سيزيام نغ أنتيار نغ دوتيار نغ كذا أسيقود نزماد نشرح أسرار الميراث لا يمكن من مين غرى الموديولة قلت نغر مليح إن شاء الله من خلال الكتابة بلوغ المرأة فينا ما نشرح أسرار علم الميراث المسفهم أسرار هذا نهضر في الأسرار لا تنفهم صافي يا جماعة الخير مراعاة قوة القرار ثقي مهمة جدا حاجة أخرى نكون نغر القوانين وياض القوانين كي بوسن أمريكان الإنجليزان فرنسا أتولي من لاعجف ظلم أم ذام يقولين يعني أن تريكا ولا شوين يفكان الحق إيو مذان ذي تريكا أم شرع من ربي سبحانه عز وجل ولا ظلوفا يلين ثابط قماس إسعى موريس دي الميراث ما يموثيون إيجاد فابا سيما سيليس وإيجاد ثمطوثي السادست ثمطوثي السادست الله ممكن يمر من ظل تريكا أن رون كونسيديراسيون اللوفان إلا اللي ثابوت قناس إفكاس الشرع الحقيس مالغري مازال يسار الدونيث ولكن هو مشروع إنسان أثايا غدياس الشرع إنك حرزس الحقيس وكي غادي نشرح إن شاء الله ما نهضر فيما يسمى بالميراث بالتقدير على فرض الذكورة على فرض الأنوثة إذا ما ديني ظن خليكو غرافيا زر ما داقش نعطيك شي يخدم هاك الغرافي لو كان خدم فريضه وخلاص انا سي دي بروبابيليتي انا خدم ما يساد ذاقشيش باش اسمح حفظ اسمح حرز ما يساد ذاقشيش باش اسمح حرز اي ما يساد ذتوام ذاك نيون سين وراش ناقصنا ثنتولاس اقشيش ذاقشيش سي دي بروبابيليتي وعلى بالكم علم الميراث من عجائبه يستجيب لجميع احتمالات الدنيا ثقيث مقرف علم المرأة الفرائض كي ياكل لي بروبابيليتي إيكلان في الدوني في كاس لي سوليسيون ياكل هاد لي ماجيني مثلا هاد لي ثوا شوت ساعة خمسة نص ساعة قال إيموثيون إيجاد ربعة السمغر ثوا شوت ثم قرات روح سافروم أفروم قبيلة العشيرة روح الثداث أرثم ذينت أرثم مورث الجزائر مرة ياكل من بعد روح على مدى الصين الشعبية صين شعب ياك يدي خلق ربي كامل تخلقيث اشحال لي بروبابيليتي الموارث قلان ذلا عجب ورسمي هذا تحسب اطلاقا ولكن للراجل القواعد يدي فكا ربي اكو ذن في صلاه يا سلامة سبحان الله فكانت لي ريبونس ياك لي بروبابيليتي شيء عجيب سي بور سا لوجيسيال اللي كيخدم لي نوتير الا ثورا لوجيسيال ديال الاورديناتور سكر لي دوني لي دوني اكيديف كالفريضه ثقص راني سوربريز من بعد اسكو دغا لوجيسيال واحد يسمر غادي يجاوبها كل احتمالات الجواب لا خاطر لا يمكن حصر الاحتمالات زعما تتحصر موضوع اشكال سنعالجه في وقت مناسب ان شاء الله وقدر